متابعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من الناظور من قلب سوق الجملة للخضر والفواكه. طبعا الفواكه الصيفية متواجدة بكثرة والثمن جد جد مناسب. طبعا بالنسبة للمزة المشمش، مشمش ستة ياك، مشمش طبعا مشمش 10، والمزاح والخوخ 10 دراهم ايضا، والمزاح 6 دراهم. ها البرقوق اييه، يعني الاثمنه جد مناسبه هنا بسوق الجمله للخضر والفواكه. كاليتي. السلام عليكم. هذا السيد هذا راه معروف هنايا، كيبيع الخضر، عفوا الفواكه، ولكن الفواكه الجوده والاتقان والحاجه حاجه مليحه والثمن مناسب. ممكن كل حاجه تقول لنا الثمن ديالها؟ الله يجازيك بخير. كاين شوف. السلام عليكم. كاين بزاف 7 دراهم 16 دراهم. كان البرقوق 10 دراهم 9 دراهم. ماشي 10 دراهم 9 دراهم. كان الاخر عاوتاني واحد الماركة دايره غير مع الدراهم ديال بوبريه. ها المشمش، المشمش 10 دراهم. المشمش 10 دراهم. نعم. وين راه غنديو هذا؟ يعني هذه الاثمنه مناسبه والجوده. شكرا شكرا. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، هذه هي الأثمنة ديال الخضر، عفوا الفواكه بالنسبة للمشماش، البرقوق، المزاح وإلى غير ذلك، والخوخ أيضا. الخوخ راه واصل 10 دراهم هنا بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الناظور، أو بالضبط بسوق الجملة للخضر والفواكه. مشماش طبعا حتى هو يعني متواجد بكثرة، 8 دراهم. المزاح 6 دراهم. برقوق 8 دراهم. الخوخ 10 دراهم. هذه الاثمنه ديال الفواكه الصيفيه، طبعا مع اقتراب موسم الصيف يعني كنشوفوا الفواكه عليها اقبال كبير بزاف بزاف بزاف، بالاخص الدلاح، السويهله، البطيخ، المزاح، البرقوق، الخوخ، المشماش والى غير ذلك. اذا هانتوما البرقوق، البرقوق 8 دراهم هنا في سوق الجمله للخضر والفواكه. هذا
السلام عليكم. بخير. اش بالك اليوم في الاثمنه ديال 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 الاثمنه مناسبه لان الخروج 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 السلعه ما كتخرجش. علاش؟ هو الماده قليله. خدمه المساحه 6 دراهم. كاين من 4 من 60 حتى ل 20 درهم. فيه لي مارك. واه. البرقوق. ما سولتوش البرقوق ما عرفتش. 10 دراهم. شنو؟ فوق. 5 دراهم. دابا كتاجير. علاش بالنسبه للاثمنه ديال الفواكه؟ دابا القضيه ديال الفواكه المقلقه يعني راك عارف ضروري غتكون المروه على حساب الحراره على حساب الحراره. ضروري الفلاح يبيع. القضية ديال مصطفى الفلاح. شي القضية ديال الخضرة على الثمن المناسب. يلاه مشاورة. الشاري اللي برا نشريو خاصة الخضرة في غراه. ما يتفضى برا مثلا سيمشي. ملي كنشوف السلعة حنا غالية هنا كنخرجوا برا باش نبيعوا. كيقول لك شي أثمنة ماشي هما هادو. بحال المعطشة اليوم دايرة 150 درهم للصندوق. كتلقم علينا حنا ب 5 درهم الجملة. إذا تقول له 6 درهم كتقول لك الدار البارح دايره 3 درهم 4 درهم والسوق ما كيبقاش كل يوم كيف كان الاول مره كيطلع مره كيهبط الفواكه الثمن مناسب كل شيء الثمن مناسب كنطلب الله ان شاء الله كل شيء يعيش من خير بارك الله فيك شكرا قلت الفواكه يعني الثمن الحمد لله كل شيء مزيان الله يسخر صافي الله يجعل البركه الله يحفظك شكرا اش بان لك في الفواكه والثمن ديال 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 الشماش؟ انت اعطينا رايك. يعني كاين اقبال؟ كاين اقبال على الفواكه واش كاين؟ كاين شي شويه ياك؟ يعني المشماش المزاح دابا راه وقته. راه كتمشي مزيان شي شويه كاين اقبال. كاين عليه اقبال. المساحة والثاني الخوف الخوف المهم راه السوق هو هذا السوق هو هذا واحد النهار يطلع واحد النهار يهبط واحد النهار فهمتي يعني مازال غترخص مازال غير ما مازال ما عرفت غادي غادي ترجع حتى 6 دراهم 5 دراهم ياك بالنسبة غادي نشوفوا الخوف يعني دابا داير الخوف راه مازال ما دخل الخوف المشماش يعني غير المشماش غادي غادي يرجع حتى 7 دراهم 6 دراهم ايضا النجاح ان شاء الله. ان شاء الله كل شيء غادي ان شاء الله شكرا شكرا. لا شكرا على والو. اذا هذه هي الاثمنه ديال الفواكه الصيفيه هنا بقلب من قلب سوق الجمله للخضر والفواكه بمدينه الناظور. بالنسبه للمشماش. المشماش طبعا دراهم برقوق 8 دراهم 4 دراهم المزاح 6 دراهم. تبارك الله وما شاء الله.